انتهت منذ قليل مباراة الديربي السعودي بين النصر والهلال بنتيجة 3-2 للنصر الذي أصبح يتصدر الدوري بفارق نقطة كاملة. في مباراة مثيرة وعجيبة كان النصر يريد الفوز بها ليعتلي قمة الدوري بعد أن كانت القمة للهلال بفارق نقطتين عن النصر. لعب النصر مباراة كبيرة حقق فيها الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بل في الثانية الأخيرة، لتصبح مباراة ديربي الأحلام السعودي. يا ترى، يا هل ترى، ماذا سوف يحدث في ديربي القاهرة؟